السلام عليكم، كيف راكم دايرين؟ لاباس غايا. الفيديو الثاني تاع السهره اليوم رانا 21 افريل، صايمين 11 يوم. صحاب مارقوس في طريق خاويه، ماشي نعمو 50 50. ولا الحاج الرياضة، ولا الحاج يدير في الرياضة، الله يبارك. اللي يكون عندك 70 عام ولا 75 عام يدير في الرياضة. أنا راني عزيز على الرياضة كاع، أنا والرياضة صايم. بولا والله عيطوا لي البارح، بولا في سطح البركي الكبير، ويت ويت اللي كان بولا بون كوز ملعبش، معليش ماشي غير قعدت ولا كي أنا هوت وحدي. صوالح هوت العيون وحدي، نوصل هادو كي يقيسو. وخونا اللي راه معايا متطوع هذا ومولا خير هذا، كان لاهي مع الوالد تاع ربي شافيه، دعوا له الوالد تاع ربي شافيه، دعوا له الوالد. كان قال لي انت روح اعطي لهم وانا كي نكمل معايا نتلاقوا. اي قلت له فازي، عيط لي كي تخرج من عيط، قلت راني جاي اللي نلقاك عند الجامع. هي صح انا وصلت، كنت نهضر مع خونا بشير تاني كذا. هادو بلاص كان قال لي هادو خوتي كاع، عرفتهم كاع في الفلاشان. نهضر معاه نهضر معاه نهضر معاه، وصلت لقيت لقيت لوطو تما تاعه. هو مكياج وقالي تما، ايوا عاد تنقول لقيت لوطو وشفت جامع محلو. قلت صاحبي، قلت صاحبي الله يبارك في الجامع يقرا في كتاب ربي. ولا هيه طوت راسي منه، لقيت عند كوافير. قلت له انا نقول لك عند الوقت الوقت لا غالب الوقت ما كاش. قال لو طولي كان يقال عليك ثاني جاي ديك ربع ساعه 20 مينوت بروفيت عند كوافير. قلت ثاني نقول جامع محلول، طوت راسي قلت الباشير اللي كان لك ورا عند كوافير. ثاني نقول صاحبي الله يبارك، قلت يقرا في الجامع ما بابا يقراش في الدار. سيركيلاسيون طلعت اسبوع قاضي صبري، كاين شامية خليفة، انا قاو شامية خليفة نشرو عليها هذاك الشيء باني وسيدي عندها ايركا. ها وراني خليني نحط لوطو معاك. هاني تاع ولدي، تاع ولدي. انا شكون انا؟ لا لا انا ادم، انا ادم مالك، انا ادم. ساعه نقول لهم السلام عليكم، كي راكم؟ نوريكم هذا المسكين مول الكارت اللي يبيع الشامية، يبيع الطلب ديمي، يبيعها كارت سيزون، هو قال عم يبيعها. كاين صبري من الاسبوع القادم ما تشريش عليه، جاي كاين الكورتي تاع الاسبوع القادم عند الباب. صاحبي قلت له كيف تعرف بلي الاسبوع القادم تاعك؟ قال لي البورصه تاعك. قلت له قادو يدبروا البورصه يديروا فيها صبري ويدير لك الاسبوع القادم تاعك. قال لي بصح كي تخلي فيه ثلاث ايام في الفريجيدير ويقعد غير هو هو، قال لي نعرف بلي هو تاعك. قلت له صاحبي، قال لي ما ندخلش ما عنديش لاشين نشري على المعاود ديالك البز. زايدين 5000 الكيلو ولا 10000 في 5000 في الرطل ولا 5000 الكيلو. كي بروف باللي تاعه. هي قال لي صاحب الموطور شي بوديق. محبس يهدر مخلي الناس مورا. عيب عيب عيب.
خما من نروح بلاطو ولا هذاك مو الشامي دوت كانت معمرة طوابة عشامية الأسبوع القادم يعني ما مشي يحطوا بزاف لا تعشى كانوا هذا الوقت جيني راسو جيني راسو تبدلت ملا ندور منه هذا ما نروح نيشان ندور أغوش أدروات قال لي أدروات ما نشري أدروات مالك قلت لك أغوش ولا نيشان أغوش آدم قال أغوش سي آدم سي محمد آدم أنا ولدي اسمه محمد آدم آدم أنت هايو هايو أنا تعامي لا أنا آدم آدم أوه. أنا عامي أنا كوتية أسبوع قادم تشوفوها صحيت بارك الله فيك لا حفظك لا حفظك خوي بارك الله فيك تحب النوم؟ ما يحب النوم كنت الأسبوع القادم لا زلابية لا كنت غير شامية غادي نعاش شوفوا القنت هذه السكنة ريزيدون سكري هاي لا قنت هاي بالحجرة حاول انت تما شوفوا شكين غاشي ريح ريح آدم سبا غادي تدابز باش تنوض عليك مش غا لا لا سيدك عليك الغاشي الأسبوع القادم الله يبارك عالز هاي ندور نسي ندور شو شو غاشي يجري؟ يا جوت لا دا لوش 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 لو. شو غاشي؟ هاي بارد ما يزيد. ولي خلي ها اللي جاي معاودي ها ها بزيع ها ها بوسا ها هاي وريله. الشاميه دوك نوري لكم مانيش عارف لا راه مقاري هنا غتشوف بلاصه كوتر بولا كوتر في الدانشيا بولا قالي هنا هو ماش مقالي هذا إيركات ما ماش أنا هو أنا جاي شو أنا عليك
تي على طول هي قالي تمك بصاف شعب ما شليتش عليها انا فطرنيش عليها خطره في سي موا ولا زاد درسيتي انا فوق الطوطه هي هذا بلاكا وشي باني كبير بزاف هي هذا بلاكا هكا وهي كتب فيها فيها بيدي مسكين بحلويات خليفه شاميه ديما نرضى ولا تروح عندها تقول لها ما عنديش خطره والله انا ابي والله جاي هذه صرف سامي نسيمي تعطيني شاميرة معايا جماعة قال لي ها عطاني تريبل قال لي ها قاي ياكلوا قال لي خير ربي ياكلوا اللي كانوا معايا في الوقت اي ادم قبيح قبيح لا قبيح لا ها لا واش الحمري سيركيلاسيون سنترال ورانا ادم ها قول بيت تقول ها صح اسمح لي ندخل على بورونجي كانت كاينة غير هدموها غير أيوا بولونجي هاي بولونجي هنا هنا من جهة لابوست شي يعاودوا لهم كاع طرام هادي نخرجوا في شوبوتواز طرام هادي نخرجوا في شوبوتواز Thank you.
ايام ريشو بوتواز يبيع شيربات او كذا او عارف الكون لا شو بوتواز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غدوه غادي ندير لكم فيديو مع مع اخونا المغترب ماشي مغترب هو عبغي علاه كل شهر يجي كي يجي باقي يجي باقي اخي يقول لي ابلي دو سيمين ولي لا غالب الخدمه تاعها ما عنده والو قال لك انا تما ابل الخدمه تاعي والو كون جيت للجزائر ان شاء الله غدوة ان شاء الله ان شاء الله ندير فيديو ماشي هو ثاني يهدر من العمل التطوعي والحاجة اللي درناها تهلاو في روحكم السلام عليكم السلام